خلاص الليمب افندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد اصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا انا ما الرصاصه ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر، ده هو ضربني بالبندقيه بعدها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت، لا كفايه، مش من الضروره انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديك وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح؟ صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان معفن، ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. على عايز اقول لك ولا حاجه؟ يعني الراجل اللي واقف ده، ده شكل الاشكيب ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك الحكيم قال كده، الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده يعني؟ ده ابويا يا لم فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني، الحمد لله على السلامه، ربنا يهديك. بقول لك ايه؟ انا جعان. يا حرام، انتوا ما بتاكلوش يا ريس عبد الواحد، مالكمش حق. مين قال كده؟ عارفه جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، اكلهم كلهم. طب اسالي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لمبة فندي، ايوه انا جايبه لك حاجه هتحوز على اعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندبيط؟ لا ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا لمبة فندي، طعميه. لا والنبي، جايبه لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروم مع الطعميه. دوق الطعامه. حدوها. حقيقي عجبتك؟ بكره هجيب لك كمان. هي ايه، خفيفه شويه ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعاده لقلبك. هو انت جلبت السعاده لقلبي وبس؟ ده كفايه دي. قلبت الحموضة على جهاز الهضم كله. ايه ده؟ حتى عض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعمية، تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقول لك ايه، اسمه مش سميرة. أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده، لأنه تقريبا سمع كل اللي احنا بنقوله. هي قاعدة في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني، عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. ايه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية ازاي؟ على فكرة انت حلوة قوي، ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة قوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح ان الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطه وصغيره ولا ايه؟ اوهو لمبة فندي، انشي انا مهنك الكور. اجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شويه عليا. انت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف، انا حاسس كده ناحيتك فيه حنان حنان. انا بعيش ارق عطفه عشتها في حياتي. ايوه بقولك ايه؟ أخبار أخوك طيبلس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة، وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجور عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبالة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت إهنتيه؟ طبعاً أهنته
وقلت له يا دون الدون يا أوحش ما يكون. برافو عليك إنك مسحتي بالأرض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. أنا حاسة إن مزاجي النهاردة منحرف شوية. تعال نركب العربية. اوعى يا ابني اوعى يا ابني. يلا اجري. اطلعي على اقرب حداد عايز اشيل الكتف ده. اوقفوا يا اخويا الدراع راجعني بدي ادخل اسديه. يا حريف يا سلام اتعشى بيه. ايش يا سلام اتعشى بيه. ده انت سليم قوي. ايش يا سلام اعوذ بالله اتعشى بيه. لان انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غناسه، خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش يا سلام يا غدا اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي ايش ومش ايش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى. ده ايه ده؟ كنز؟ جد اسمه هريسه؟ انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا غمس والمصحف غمس. ده سقيل. كان لازم اساله هو مين؟ واشوف العلامه. تعريف يا سلام اتعشى بيه. ايه الضحكه الخنيقه اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبه فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده ارق، عنده ارق شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد؟ يا راجل عيب عليك. امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم من اليمين؟ عندك يا لمبه فندي انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا الناشي وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم ادي عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي علي صاحب قلب صادق ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لانه وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل لا عرفت عليك نادر يا عم عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه فندي ايوه تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح كلب العرب بابوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده قلب. نعم قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها.
أنا استحيل أوافق على جوازك من علي بن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها، ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوك ما تكمليش. الليمبي فندي. ليمبي؟ حد كان يصدق كده؟ ليمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطف سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. أعاني يا إنجي، وصرفي نظر عن الجوازة دي. يبدو إن الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن أتراجع، أنا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا إنجي؟ حبنا يجب عليك يا علي أن تشعر بشعوري وتسعى لإسعادي. أعذرني يا علي. أنت بتعايريني عشان أنا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ الرئيس عبد الواحد أهمل الجنينة لدرجة إن الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه الليمبي فندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ستخو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هشم راس اللي اسمه الليمبي ده، حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنايني، إنما الليمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة للليمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي، وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي الليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على أوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وأنا أنا مين اللي هيروحني؟ أنا كنت أتمنى أوصلك، بس أنا عايزك في كلمتين على انفراد الأول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعال. أنا أضمر لللمبي كل الحقد وكل دي كمان. افتح بقك شوية. أصل البق صغنن. بس كفاية بقى، لحسن المسانة اتملت عندي خلاص. لا قولي لي يا إنشي، هم أنت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا إيه؟ أنا ماليش حد أرتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه أنت واخدة إزالة ولا إيه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ يا ما ناس بيضحكهم وقلوبهم داميه. القلب الصغنط ده لسه حدا يكون في باميه ابدا. انا لازم امشي بقى اغفوه. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن اكسجين وانا عارف ما بحبش. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. انا ايه يعني تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير سعيده. عاجبك كده تحطها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. حيوان بعد ما اتأصبت الإصابة دي، بس رب درمة فنفع. الأكل اللي بغباوة ده. سعيدا مبارك يا ليمبي فندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. إزيك يا علي؟
عساك بخير، شكلك صحتك كويسه. ده انا زي الفل يا عم علي، انا ما شفتش اكل وخير بالشكل ده. فراخ بتبيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ ده خير؟ وانت عارف بقى؟ ايه؟ كل كوم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كوم. تعبان ايه يا لم فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز، خدته كده كان نازل، بص سنه بلدي نازله على بقك كده وبتزلط على طول. كلته؟ اه ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه، جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 ولا في صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، ما انا واخد نحو الامال ايه؟ وبيع ايه يعني؟ اهو ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحانات ولا هو عنده طلع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني؟ الجزء لوحده والسدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل، اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتهزي الفرصه دي ونقول له. لا نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك ما نصدمه. اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون، يعني يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. لا يا عم، لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم انت، يتشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له في كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبه فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت إيه؟ تقصد ايه؟ نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا، انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه؟ اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانيه مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مبفندي. الله يخليك. انا والشفا. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي يا علوه، يعني انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي؟ حاضر يا لمبه فندي. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه. صحيح. اتقي شر من حسست عليه. قلت لك اشطب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عريش طازه. ده انت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ليك يتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسن يا لمي. ده معانا ده جعان. جعان يا ست ابو علي. يا حبيبتي يا ست معالية اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست معالية، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي، الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها وده الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشاء والدنيا. اوعى ده اخر دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبسوط عندنا حبيبي؟ الحمد لله نورنا الحاج البق. ربنا والله يحبي. العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركه والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده انت حبيبي، ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وايه الصنعه؟ اكتر من كده افتكرها يا لمبي حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك على دماغي من فوق. الله يخليك.
ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ايه. لا لا يا لمبي لا عيب. بطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا افتح لك نفسك. يا راجل قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب برضه. مع الف سلامه يا معلم. السلام. على فكره على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها بس يعني قصيده من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطاره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرفت يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدي في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم لو ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك. ما لسه. تيجي ناكل يا لمبي. امك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ايه كده يا علي يا ابني ليه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي. انت بس تلاقي ساعتك مأخرة. ساعتي مأخرة؟ طيب ساعتي مأخرة وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كروية تتنطط. الارض كروية تتنطط حول نفسها 94 ساعة في الساعة. ايه انهض بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنة وانتوا طيبين يا اولاد. صح والسلامة. كل سنة وانت طيب يا لمبي. رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي. اليوحة. وكمان وحوي. اليوحة. وحوي يا وحوي. اياح ما شاء الله ابوك جميل طيب قوي. يعني انت عارف لولا المنطقة دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ما خلاص بقى الفجر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السم. ايوه مين قالك؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قلب جبل وانا نايم بالليل. لا والخنفسه اللي انت حطيتها في ودني وانا نايم. لا والسحابيه اللي حطيتها في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. ام 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 تعرف يا ابني انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فر. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انجي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. آه. إيه ده أنت عبيط يا ابني ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها يا ابني؟ وبعدين إنشي دي إيه؟ إنشي دي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها. ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنشي؟ يا ده حب مننا ده 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 يعني عندي جثة ولونه برضه. موزه؟ دي صبه. لا مش صبه يا ابني انا بشكر فيها ان هي موزه يعني. موزه؟ اه ملوظه يعني. ده توبيخ. ياد مش توبيخ والله انا بقول انها بطه يعني. بطه؟ اه يعني حاجه ياد يعني مؤدبه. بنت مؤدبه حلوه. بعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. ده انت اخويا. اصيل قوي يا لمبي. ربنا يبارك. يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله خش على الفرخه. حاسب يا علي دي فيها سم. ام 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 فش. انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن زمان بيقول الدنيا العاده بره مش مع العيال. ايوه صح. يلا اجري. سلام. على السلامه حبيبي. ده
خلاص ماشي يا ابني. ايوه يا معلم انا خلاص كتب عليا طول حياتي اني افضل ماشي ماشي. نفسي الف في محطه كويسه تاخدني وترميني ناحيه الكنز، وبعدها اخد الكنز واطلع على بلد المحبوب مصر. يو ما انت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمه، انا عايز مصر الجديده. زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامه يا ابني. الله يخليك يا ام علي. اللي قول لي يا لمبي. ايوه يعني ايه لمبي؟ والله مش عارف ادعيد والنبي اعرفها دور اخرى، او ده سؤال ما سالتوش لنفسي ابدا تصدقي؟ اه والله، بس انا اعتقد انه اللمبي دي جايه من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. بقول لك ايه؟ ايوه يا حبيبتي. خد دي ازقزها وانت في السكه. لا انا ميمون قوي يا امي. الولاد اوفر دي. وقف عندك يا لص يا ونطي. نعم نعم مشلان. اختي البرنسيس انجي ضاع منها بروش الماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ اه. ومتمطع قوي بتتكرع على خمسين جنيه. والبرنس عيلق جه، والبرنس عيلق راح، الدبل نزل، الكاوتش طلع، و50 جنيه؟ ده 50 جنيه دي ثمن كارت شحن بتاع اي موبايل. بص يا انت، انا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي انت بتقوله، انا ما بفهموش ده. اللي اعرفه ان البراش بتاع اختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفتره اللي فاتت. اوراني قال لي. مين اللي قال لك؟ اوراني. طب اديك بتقول بنفسك اوراني. انت هتنتظر ايه من واحد اسمه اوراني؟ اوراني وافتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. انا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمه الحرام ما عرفت لي طريق جره. انا واقف في فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا ريس عبد الواحد، انما انت دخلت بيتك لصوص، وانا متاكد ان الاقي البروش هنا. اسحب الكلام اللي انت بتقوله يا عم الحاج. انا مش نصوص، انا عمري ما كنت نصوص ابدا. النصوص عندكم انتوا. مصطفى انا مش سيد الزلم. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا مش سيد الزلم. وراني امرك يا برنس. فتشوا فتشوا. والله انا عملت حاجه. اول مفتاح والباب هو بيرميني في اي حته في المصحف. لقينا البرونش يا برنس. البرونش ده انت يا ابو فجاله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. الله يا ست انت معرجة، طلع ونطلع معرجة، بتدعي خلاص. انا لازم اغسل شرف العيلة اللي اتمرمط في التراب. والنبي يا عم مشلان، انا مش من هنا، وهو اصلا انا دخلت من الباب، والباب هو اللي بيرميني في قلب الحتة دي. والله العظيم ده جزات اللي فتحت لك بيتي. يا عم انت هتعملني فيها شيطان. سيبوني ادي عليه دعوتين اجيب اجله، زي ما دعيت على هريسة وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هو هريسة العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع. اوعى يا عم الحاج. يا معلم اوعى 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 اتعشمي يا حبيبي يا جدي يا حبيبي يا عمو. تعالى انا بس عايز اعرف، بس انت ليه مش عايز تشوف الدبانه الحمراء؟ اصبر بالله. ايوه اهو هنا دلوقتي اقدر اشوف العلامه. ايوه هنا تحت شجره التوت. ايوه ليا فيها ذكريات انا وسته، كنت اقعد تحتها. تحت مين ستي؟ لا تحت الشجره. تحت الشجره بتاعت ستي. أزقولها في بقها توتاي. أيوة. وهي تزقول لي في بق توتاي. أيوة. حاكم بق ستك كان قد التوتاي. مش هتشوف بقى الدبانة، خلصني بقى. يلا وريني. اهو يا سيدي اتفضل.
شوف الدبانة هي هي العلامة. انت حفيدي، انت من صلبي، انت حفيدي. خلاص بقى بلاش، ده انت غلس قوي، غلس حتى كمان وانت في كده وغلس وانت بتشحت. قول لي على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك الا واني بموت. حاضر اهو. يا أفندية يا أفندية يا هضبة أفندي، هريسة أبو الليف بيودع، وعلى ما أظن إنه بيموت دلوقتي حالا، ومعاه وريسه الوحيد. وريسه الوحيد؟ مين؟ اللمبة أفندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتات، ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب رايح على فين. ده فضل يستلف النص ريال والخمسة بيد لغاية لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. ايه اللي بتقوله يا هباب الطين انت؟ يعني ايه يا فندية هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ انا عندي فكرة، احنا نروح كلنا كده بربطة هضبة فندي، ونكتم على انفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين. ايه اللي بتقوله ده يا هباب الطين التراخر؟ يعني ايه نهجم عليه ونكتم على انفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس ابيض؟ امال هنعمل ايه دلوقتي يا هضبة فندي؟ يا اخي فزعتني يا اخي. ايه ده يا مصور؟ انا عندي الحل يا ابني. اكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبا فندي. يا سلام، كلامك كشك الماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. اي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا، علشان نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخد الكنز لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطه من رقبته؟ الليمبي يا فندي. إذن يلا بينا يا فندي. على فين؟ يعني هكون رحيم مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للليمبي. يلا بينا يا هضبة فندي. الكنز فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان، انزل يا معلم. الكنز الكنز هو بتاع الكنز، الباب هناك اهو. اوهو لمبة فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ مين؟ سموه سميرة انشي؟ لمبة فندي أنا إنجي حبيبتك، تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك إيه بس ورايح فين؟ أنا هطلع عرش بقى، اتدهولت في البلد عندكم. أنت كل آمالي. يا ست اسمعيني، لا آمالي ولا حناني، أنا عايز أقول لك بس إنه علي أنا أكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت إليك لأني توسمت فيك النبل والطيبة. لا إله إلا الله، ده في الكلام الأسود بقى اللي أنا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي أنا قلته ولا أنت بتتكلمي أي كلام؟ أخوك البرنس تيوبلس لو عرف إن إحنا الاتنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبة فندي. أيوه. أنا أشعر بالوحدة. طب ده رد على إيه؟ أنا عايز أفهم ده. ده رد على إيه؟ أنا أحب الهواء الطلق. والمصحف المفتاح في عينك يا إنشي بقى، مش كده بقى؟ الحالة لا، بص لا. طب بص أنا هجيب لك حد بقى فعلاً هيفهمك من القبيلة بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روحي علي، روحي علي، دافع عن حبك لآخر مدى. لازم نجاهد في الحياة بقوة ونشاط. إذن فليكن. تعالي هذه كده بقى يا انشي، اقدم لك علي. علي ده واد كفاءه وعلى حق
واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض، يعني رجوله رجوله. الواد ده غويتش من الاخر يعني. خش عليا خش. انجي انا. ايوه انجي انا. الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول ها. لحظه عشان 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 انا احبك. انجي انا احبك. ايوه اعشقك. ايوه ادوب في هواك. ولكن يا علي من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت لا تأكدي. استنى يا عم، دي بتقولك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى من الأول يا تأكدي يا هانم. أيوة. إن عيون العدالة ساهرة. الله، انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا اروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يا ورني. بقولك ايه، ارمي على الواد ده اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت الرجلين فرقع. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبسون. يا عيلة وعصر كلكم تقال. تيجي دولك. يا بلبل السودا وانا كنت وانت مين يا عم؟ تيجي دولك. قابل يا عم الرند. لما يجي دولك اتفضل. 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 ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل. لما يجي دولك اتفضل. يا هو ده هو، كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي، الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا. اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. الله، هلبس ايه دي؟ عايز بكام فول فيها دي؟ فول. البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار اسمه الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص. ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبة. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في اي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبة الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا، سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضل. نسيبك بخير يا سمو الامير. السلام عليكم. اهلا اهلا بالامير طربان. وانا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. انا قلت اجي لك طالما انت مش بتسال عني. انا ما اقدرش يا امير طربان، بس كل الحكايه اني مش عاوز اشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي اخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت، مش قمر الدين. ده الدين بريء من امثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبه دي. انا
عايز اخبار. اخبار؟ انا وصلتني اخبار ان عمر الدين ده بيقابل اتباعه في السر. وسمعت ايه تاني؟ ده كل اللي وصلني، هما بيتقابلوا في السر بيقولوا ايه؟ الله اعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغنا، فاهم يا سلاف؟ فاهم. انا من اللحظة دي كل اذان صاغية. ايوه اصحى معايا بدل ما اقطع ودنك. اوامرك يا مولاي. الامير المهاب عمر الدين. رهن إشارة حضرة مرأة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا عمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أطحن نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها تربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز، مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه، الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. ايه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وانا اخر من يعلم؟ اذا انا مكاني مش هنا، انا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما امرتش حد بالانصراف. طول عمرك ارعن واهول وفاتح صدرك، اعقل اعقل بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟